المفاهيم الطبية صحيحة. يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج صحتك في الدنيا. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم خميس في تمام الساعة الثالثة، نناقش وإياكم قضايا صحية طبية تهمكم وتهم صحتكم وصحة عائلاتكم. نتوصل دائما إلى إجابات على أسئلتكم التي تدور في أذهانكم من أصحاب الخبرة والاختصاص، ولأن أسلوب حياتك هو اللي بحدد صحتك، ولأن صحتك دائما بتهمنا. اليوم اخترنا موضوع ربما البعض يسمع بهذا المصطلح أو الجميع يسمع بهذا المصطلح، ولكن لا يعرف ما معنى ذلك، لماذا يحدث هذا، وربما هو منتشر بالآونة الأخيرة أو نستمع إلى هذا المرض تحديدا لدى النساء. اليوم سوف نتحدث وإياكم عن تكيس المبايض. ماذا نعني بتكيس المبايض؟ ما هو المبيض أصلا، وما هي أعراضه وعلاجه، وما إذا كان هناك أمراض ومضاعفات قد تؤدي بالنهاية بسبب الإصابة بهذا المرض؟ كل هذه الأجوبة إن شاء الله سوف يجيب عليها ضيفنا المتواجد معنا بالاستوديو الدكتور رضوان بليبي، الطبيب النسائية والتوليد. أسعدت مساء دكتور. يسعد مساك فسيم، ويسعد مساء المشاهدين جميعا. يسعد مساك دكتور، أهلا وسهلا فيك. وأيضا أنتم مستمعين متابعين الكرام بالإمكان الاتصال والتواصل على الرقم 268-49 أو 1-988، أو أيضا بالإمكان إرسال تساؤلاتكم عبر البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. بداية دكتور، يعني مثل ما تحدثت أنا في المقدمة، تكيس المبايض دائما هذا المصطلح إحنا بنسمع فيه خاصة بين النساء، ولكن يعني ممكن البعض أو خلينا نقول إنه الجميع ما عم بيعرف إيش هذا المصطلح إلا اللي بيكون بالموضوع أو بمارس المهنة أو بيكون مصاب بهذا الموضوع. قبل الحديث عن تكيس المبايض، إذا جينا نعرف المبيض من الناحية العلمية كيف ممكن نعرفه؟ أول إشي إحنا بنحكي عن المبيض، هو أحد أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي، مسؤول عن إفراز هرمونات معينة لجسم الأنثى، ومسؤول عن عملية الإباضة. نعم. طبعاً إحنا نعرف إن البويضة هي المسؤولة عن إنه يصير عندنا حمل، بس يصير عندنا عملية التبويض في منتصف الدورة الشهرية وتخرج على قناة فالوبيان، فإحنا بيصير عندنا وتلتقي مع الحيوان المنوي بيصير عندنا عملية الحمل. فالمبايض مسؤول عن هاي الموضوع. غير هيك انه في بعض الهرمونات المسؤوله عن افرازها عشان يتكون جسم المراه بشكل معين عند النضج. نعم. طيب يعني تكيس المبايض هذا المصطلح احنا بنسمعه في البدايه، هل هذا المصطلح اذا احنا قبل ما نعرفه خلينا نكون واضحين، يعني هو ممكن يصيب السيدات المتزوجات فقط او ممكن تصاب فيه اي سيده او اي بنت؟ وتعريف كيف ممكن نحكي عنه؟ هلا هو فعليا بيكون هو عباره عن خلل هرموني. اوكي. بيصيب الفتاه مع نضوجها، الفتاة أول ما تنضج سن البلوغ بتصيبها، مش بس السيدة متزوجة، بس أحيانا ما بتكتشف إلا لما تكون متزوجة نتيجة إنه هي بتأخر عملية الحمل. هلأ أنا في شغلة مهمة لازم نفرق فيها بين تكيس المبايض كتكيس مبايض، مصطلح تكيس المبايض، وبين متلازمة تكيس المبايض. أوكي. هلأ تكيس المبايض اللي هو إحنا بنيجي بنطلع على الصورة التلفزيونية بنلاقي إنه المبيض كبير شوي، في عدة أكياس طرفية، فهذا هو عبارة بس ما في تغيرات هرمونية، ما في مشاكل في الدورة، فالمرأة هون بتكون طبيعية، الست بتكون هون طبيعية مش مأثر عليها. أما المتلازمة اللي احنا بنحكي عليها اللي هي اليوم حلقتنا عنها، بيكون في عنا تغيرات هرمونية. أوكي. زائد انه بيأثر على الدورة تبعتها، وبيأثر على الإباضة، وبيأثر على الحمل. نعم. نسبته يعني الأول نسبته 15-20% في المجتمع، وهدول طبيعيات ما في عندهم أي مشاكل. النسبة الثانية 5-10%، وعمالها بتزيد بهاي الأيام، نلاحظ في ارتفاع وزيادة فيها. طب دكتور، أنت ذكرت إنه بيكون في عنا حجم المبيض كبير مثلا في حال تكيس المبايض أو متلازم تكيس المبايض، المعدل الأمثل أو متوسط الحجم الأمثل للمبيض قديش لازم تكون؟ هو بين 3-5 سنتي، بس احنا نحكي لما نحكي عملنا على تكيس المبايض نحكي تقريبا اكثر من 10 سنتي بيكون. اوكي. بيكون اللي بنحكي الفوليوم تبعه عالي، غير انه وجود عدد التكيسات لازم يكون في عندنا مثلا هذا يعني سابق لو نحكي لا، بس احنا بنحكي انه بيكون عندنا عدد 12 واحد بيكون زي العقد حوالين المبيض، اما في الوضع الطبيعي مرات بيكون في 2-3-4-5 يعني ما في مشكله، فلازم احنا نعد عدد 12 واكثر عشان نحكي انه هذا فيه هون تكيس المبايض. تمام. طيب
في علامات معينة أو مثلا أعراض أنا ممكن من خلالها أحس أنه في هناك تكيس مبايض أو في إصابة بهذا المرض، أو إذا أنا صح بقول أنه هو مرض، يعني صح نسميه مرض ولا كيف؟ طبعا إحنا لازم نسميه مرض أنه بيأثر على الست خلال فترة الإنجاب اللي إحنا نحكي عليها من 18 إلى 40 سنة مثلا، وما بعد هيك في له تأثيرات على المرأة، فهو مرض ولازم يتراقب ونعطي أهمية، مش انه مجرد انه ما الست حملت وخلاص، لا انه في له اهميه. هلا الاعراض اذا ما حكينا انه في عندنا خلل هرموني، منها انه في عندنا زياده في هرمون الذكوريه، احنا عندنا المبيض بفرز هرمونات ذكوريه، وفي مكان ثاني بجسم تفرز هرمونات ذكوريه، اوكي، حتى بجسم المراه في خمس هرمونات ذكوريه، فعندنا بيزيد مثلا هرمون التستوستيرون اللي بنفرز عن طريق المبيض، فبهذا بياثر على جسم المراه انه بيصير في عندها زياده في الشعر. اوكي، نعم. الشعر اللي هو مش نحكي على الايد او على الاجر، لا بنحكي على منطقه الدقن، منطقه وسط الصدر، حوالين الحلمه، البطن، الظهر، هاي الاماكن اصلا بشكل طبيعي ما بيكون كثيف الشعر عند المراه، هون احنا بنلاقي زايد عندها، وخاصه يعني بنحكي على الدقن والكثافه في الوجه. شغله ثانيه بيكون في عدم انتظام بالدوره، بتيجي الست معها بنتها صبية، أو بتيجي المرأة المتزوجة بتحكي أنا دورتي بتجيني كل شهرين كل ثلاثة أشهر مرة، بتكون خفيفة. أوكي، هون هاي من أعراض. غالبا المرأة اللي بتعاني من تكيس المبايض بيكون وزنها زايد، تمام. في مرحلة ما بعد الزواج الشكوى الأساسية بتكون تأخر الحمل، وتأخر أنه يصير عملية حمل، فهي بتيجي على الطبيب النسائي. طب يعني لو تحدثنا عن الأسباب اللي بتؤدي لظهور كل هذه الأعراض، تكيس المبايض نفسه إيش ممكن يكون السبب؟ هلأ إحنا حكينا إنه هو عبارة عن خلل هرموني، هي عبارة عن يعني فيه دائرة مغلقة بين إنه عندنا المبايض عمال بفرز هرمونات ذكورية بزيادة، يعني هرمون الاستروجين بيكون عالي، بالمقابل ما بتصير عملية تبويض، البويضات توصل لمرحلة معينة، حجم معين بين 2-9 مليمتر، وما بتنفجر، اوكي، وما بتضمر بنفس الوقت، فبضلها في المبيض، فهذا بيؤدي انه هرمون الاستروجين اللي احنا بنعرفه كله عند المراه بيكون عالي. نعم. هلا ما بيصير عندنا انفجار في البويضه، فما بيطلع هرمون البروجسترون اللي هو يعمل عمليه الدوره، انه يصير عندنا سلاخ لبطانه الرحم. اوكي، الشغله الثانيه ممكن تكون من الغده النخاميه، يكون في عندنا الهرمونات اللي بتشتغل على المبيض بتعطيها اوامر الشغل، يكون في عندنا هرمون ال اتش بنحكي له بيكون عالي 3 اضعاف الطبيعي، مرات هرمون الحليب بيكون عالي، مرات في عندنا خلل في الغده الدرقيه. فاحنا خلصنا هون شغلتين، وفي برضو عندنا بيكون الست شوي ملانه، بيكون في مقاومه للانسولين، فبيضطر البنكرياس يفرز انسولين بزياده. فالانسولين برضو عم راح يساعد بزياده هرمونات الذكوريه، فهي عباره عن حلقه مغلقه، وين ما بيصير فيها ديفكت بيصير فيها خلل بتتجمع معهم مع بعض، فهمت علي كيف؟ تمام. طب انت ذكرت موضوع الدورة الشهرية، احيانا تأخرها، احيانا عدم انتظامها بشكل منتظم شهريا، او احيانا بيكون في يعني بتكون مش كثيفة، خلينا نقول مثل ما ذكرت، هل هذا الموضوع هو ممكن يكون مرتبط فقط بتكيس المبايض؟ يعني اذا اي ست بتعاني من هذا الاعراض ممكن تكون هي فعلا مصابة هاي بتكيس المبايض، ولا ممكن يكون في اسباب ثانية؟ علشان برضو ما نخوفش الناس ولا خوف الستات، يعني في عندنا احيانا مثلا سن الياس برضه بكون في هاي الاعراض. اوكي، احنا هلا حكينا على مرحله الانجاب، مرحله العمريه تبعت الانجاب، طبعا في اسباب ثانيه بتؤدي انه يكون في خلل في الدوره، زي ما حكينا مجرد الغده الدرقيه ممكن تؤدي خربطات في الدوره، حكينا هرمون الحليب ممكن يؤدي. هلا احنا بنستثني باقي الشغلات كلها، وبنركز يعني لما تتوافر في عندنا بيحكوا لها كرايتيريا معينه، اذا توفرت تنتين فيهم من ثلاث احنا بنحكي هاي الست مصابه بمتلازمه تكيس المبايض. نعم. يكون في عندنا زياده بالهرمونات الذكوريه وعامله اعراض، شعر زياده، حب شباب، عدم انتظام بالدوره او دوره كثير خفيفه، ماشي، مع الصوره التلفزيونيه بتبين انه في عندي تكيس على المبايض، اللي هو يعني شكل معين، بتر معين احنا بنعرفه، فخلاص هاي الست نحكي عنها عندها متلازمه تكيس المبايض. تمام. طب يعني خلينا نقول انه هذه الاعراض ممكن يكون لها علاقه مثلا بمنع الحمل، او ممكن يكون لها علاقه بالاصابه بامراض اخرى، في هناك مضاعفات اخرى ممكن تؤدي الاصابه عن طريق تكيس المبايض. هلا بمنع الحمل طبعا لها علاقه مباشره، حكينا ما في تبويض، ما في تبويض ما راح يصير عندنا
بويضة اللي تطلع اللي يصير فيها حمل. هلا احنا بنحكي هي نسبة 10%، 80% يعني من 10%، يعني نحكي اذا هم مثلا ناخذ دراسة انهم 10، 8 من 10 هذول بيكون عندهم تأخر بالإنجاب. هلا في تنتين مثلا أنجبوا، تيجيك ست بتحكي لي أنا أنجبت بس عندي تكيسون بويض. احنا حكينا انه في الدورة بتيجي كل 3 اشهر مثلا، مرات بتيجي دورة طبيعية وبيصير عملية إباضة، بس هاي حالات قليلة. فهمت علي كيف؟ تمام. هلا لقدام في لها مضاعفات، اذا حد بنحكي هلا ولا قدام في لها مضاعفات برضه على جسم المرأة بعيد عن موضوع الحمل. اوكي تمام. طيب ماشي، يعني احنا ممكن نحكي لاحقا عن الموضوع، وخاصة انه احنا خلينا نقول نتحدث عن موضوع السرطانات اللي بتصير يعني عند المرأة، ممكن في البويضة نفسها او بالرحم، هل في هناك علاقة مباشر بهذا الموضوع؟ هلا مرض متلازمة تكيس البويض حكينا احنا ما في عندنا انسلاخ لبطانة الرحم. فالست هون اذا ما اجتها الدورة لمدة 3 اشهر لازم احنا نعطيها أدوية اللي تعمل على تنزيل الدورة. واذا زادت عندنا بطانة الرحم اكثر من 10 ملليمتر اوكي وما نزلت الدورة بنضطر ناخذ خزعة، لأنه يعني سرطان بطانة الرحم يشكل ثاني أكثر سرطان بصيب المرأة. أوكي؟ فإحنا لما نحكي عملنا استروجين عالي بنحكي إنه بطانة الرحم كبيرة، ممكن يتطور الموضوع لقدام على مدى طويل بوجود الاستروجين اللي مش عماله بينزل، يؤدي إلى إنه الخلايا هاي تتطور وتصير خلايا سرطانية. أما إنه مرتبط بسرطان الثدي مثلاً، لا ما إله علاقة بسرطان الثدي. أما في أنواع سرطانات تانية اللي هي عامل بايض ما إله علاقة فيها برضو، يعني مش بس يعني لاحقاً إذا ما كانش يعني في انتباه وفي في علاج، ما كان في انتباه حكينا بيزيد نسبة سرطان الرحم. تمام. هذا موثق علمياً يعني. صحيح، يعني في مضاعفات. طبعاً. طيب يعني لو تحدثنا بعد كل هذه الإجراءات اللي في طبعاً مضاعفات أخرى غير سرطان الرحم، إيش هي؟ يعني بيزيد فرصة إصابة بسكر النوع الثاني. أنا حكينا في مقاومة للإنسولين. صحيح. ماشي، فبيزيد إنه يصير عندنا سكر النوع الثاني، بيكون في عندنا الدهنيات عالية فبيزيد نسبة الإصابة بأمراض الشرايين والقلب. فيعني المرأة اللي عندها تكيس بويض حتى لو أنجبت مش لازم تهمل بحالها، لازم يكون في عندنا متابعة مستمرة مع طبيبها. هذا اللي راح كنت أسألك إياه، بس يعني بعد ما نعرف إيش العلاج خلينا نتطرق للعلاج. ما إن إحنا ذكرنا في هناك يعني علاجات مثلا ممكن تكون دوائية، في هناك أحيانا يعني إمتى بيقول بالضبط إمتى أنا لازم يكون في هناك تدخل جراحي لحتى نستأصل يعني هذا الكيس؟ مش كيس، تكيس. أيوة. الكيس الأمبويد إشي تاني، يعني في الكيس الأمبويد بيكون كيس واحد كبير حجمه فوق 5 سم، هون مرات ممكن يتدخل كيس دم او كيس عادي. او هاي المعلومه جدا مهمه عشان نفرق. هذا ما له علاقه في التكيس، التكيس متلازم لحال. الاكياس الثانيه زي الكيس الدموي او الكيس المي الكيس البسيط يعني، او كيس مثلا نحكي اللي هو تبع البطانه المهاجره. هذا نوع مرض، يعني مش مرض، هذا شيء ثاني وبعيد مختلف. عن هذا بعيد عن هذا المجال. تمام. هلا بالنسبه للعلاج المتلازم التكيس البايض، إذا كانت الصبية غير متزوجة إحنا من أهم الشغلات طبعا مع طبيبها اللي هو العلاج النفسي. زي ما حكينا أنه أن الست أو الصبية عندها إشعار زيادة، عندها مشاكل في الدورة، هذا بسبب لها توتر، بسبب لها ضغط في عملها، ضغط يعني نفسي بينها وبين حالها، أنها هي مش زي باقي البنات تسمع من زميلاتها أنه هي مثلا دوراتها منتظمة، هي لا. فهون لازم إحنا نعطيها يعني رئاشورا أنه إحنا أنت راح تكون منيحة إن شاء الله بالعلاج المتبع. شغلة تانية والأهم نركز عليها اللي هو تخفيف الوزن. تخفيف الوزن، إذا خففت وزنها 40% من البنات بيصير عندهم إباضة طبيعية، 40% بتصير الدورة طبيعية تنتظم وتمشي الأمور طبيعية. ممكن نلجأ لأخصائي التغذية إنه يساعدنا إذا كان بودي ماس إندكس واصل لـ30. أما إذا كان مثلا واصل لـ40 ممكن نضطر هون نحول المريضة على أخصائي جراحة مناظير وسمنة. ماشي، انه هذا صار هون الوضع كتير يعني وزن عالي، وزن راح يؤدي لامراض كتير، فلا مش عماله بتنزل وزن مش عماله تستفيد، لا بنحولها. صحيح، يعني احنا من قليلا بهاي الحاله انت بتقول انه احنا نعالج الاسباب بدايه وبعدين ممكن احنا نعالج الاسباب السمنه، بعدين احنا بعدين نقدر ننظم لها الدوره. زي ما حكينا قبل شوي اذا ما نزلت 3 اشهر بكون عندنا متابعه اكثر عن طريق ممكن نعطي حبوب منع حمل
ننظم الدورة، نعملها دورة صناعية احنا نعملها، بيصير انسلاخ لبطانة الرحم، هون احنا بنقلل الاستروجين، بنساعد برضو حبوب منع الحمل بتساعد في تخفيف الشعر، وبتصير عندها دورة فبنخف احنا من خوفنا من الاستروجين العالي، وبتصير عندها إباضة للصبية. وبرضو بالآخر بنحاول نروح للعلاج الشعر، علاج الحب الشباب بيكون عن طريق بعض الأدوية، وبنلجأ لها حاليا الكوزمتيك، لأنه الدواء إذا احنا نعطيه بده 6-9 أشهر ليشتغل، فبنضطر إن احنا يكون يعني مساعدة من أكثر من طرف. تمام. طب دكتور، أنت ذكرت إنه السمنة هي كمان سبب من الأسباب، هل بالضرورة فعلا ذلك؟ في صبايا بيكون مش معدل الوزن تبعهم ضمن النطاق الطبيعي وعندهم تكيس مبيض، بس احنا بنحكي كنسب الاعلى بيجي من السمنه. وفي ناس حاليا يعني في دراسات حديثه بتحكي تربط مرات مع السمنه انها لها علاقه في الموضوع، في دراسات بتحكي لا. فاحنا بنحكي انه بس الاكيد لازم تنزل وزنك طبعا، يعني بالنهايه مش بس عشان الموضوع، لانه السمنه يعني الزايده عن اللزوم بتؤدي لامراض اخرى كمان. صحيح. طيب اذا كان في هناك خلينا نقول انتظام بالدوره الشهريه بشكل طبيعي، بس مثلا كان في هناك اعراض اخرى، يعني الدوره برضو مش كثيفه بس منتظمه، هل بيكون في سبب معين ولا ممكن تكون برضو طبيعه اجسام انها الست اللي عندها متلازمة مثلا؟ ولا يعني مثلا الست عندها دورة منتظمة شهريا فيش أي مشاكل بس دورتها مش كثيفة، هل بالضرورة يكون في عندها تكيس مبايض ولا هي ممكن تكون طبيعة أجسام مختلفة؟ هلا الدورة هي الطبيعي تبعها بين مثلا 25 يوم وراحت 30 يوم تختلف، مش لازم تيجي فيكس كل يوم كل شهر 28 يوم. في ستات دورتهم 3-4 أيام من يوم من ولدوا أو صارت عندهم النضج، دورتها 3-4 أيام وخلاص، في 5 في 6 يعني حسب طبيعة الجسم. أيوة. من أهم الشغلات في العلاج إن إحنا نقعد مع المريض نأخذ شغلة بنسميها هيستوري في الطب، نقعد نأخذ تاريخ المرض تبع المريض. أكيد. فإذا كانت دورة منتظمة معناته في عنا إباضة، معناته إحنا يعني الأمور كتير منيحة وبعيد عن هذا الموضوع التكيس ممكن يكون. في هناك أسباب وراثية ممكن يكون لها علاقة بالموضوع ولا بعيد؟ إنه هي يعني بتتناقل عن طريق العائلة. بس لما نحكي انه هذا الجين معين هو اللي اصاب. أيوه. او نحينا هذا الجين هو ببعد التكيس، لا بس هم بتوقع انه نسالهم عندك حدا في العائله مع تكيس مبيض، ممكن تحكي لي خالتي عمتي والدتي. وغالبا والدتها يعني فبتيجي بتحكي لك انا كان عندي نفس المشاكل او اختي كان عندها نفس المشاكل. صحيح. طب إذا ما تحدثنا عن النظام الغذائي نمط الحياة، وإحنا دائما شعر برنامجنا بيقول أسلوب حياتك كل بحدد صحتك، قديش هاي الأمور ممكن تكون مرتبطة بهذا الموضوع؟ كتير بهذا الموضوع، لأنه إحنا حكينا بدنا ننزل الوزن معناته الصبية بدها تتوجه لنغير حياتها، تقلل الأكل السكريات، تقلل الأكل اللي فيه دهون مشبعة، تمارس الرياضة. يعني إحنا نحكي يوميا بشكل عام ان جنرال اي انسان يمارس 30 دقيقه يوميا بالمشي السريع او نوع من انواع الرياضه عشان الصحه للجسم. هي بتمارس بين 60-90 عشان تحاول تخفف وزنها ويكون امورها منيحه وتبعد عن السكريات. اهم شيء وتبع نظام غذائي صحي طبعا، يعني مرات نضطر نلجا لاختصاصيين التغذيه لانه هذا مجالهم هم بيعرفوا احسن. صحيح. وانت ما جاوبتنيش على سؤال، امتى بيكون في عندنا تدخل جراحي؟ هلا احنا حاليا بنحكي عن طريق ان احنا بدنا نوصل لمرحله الحمل، الست بدها تحمل، في اكثر من علاج قبل، احنا بنخلي التدخل الجراحي اخر شيء. اوكي. ممكن احنا نخليها نعطيها ادويه لتنشيط المبايض سواء عن طريق الادويه اللي بتشتغل ضد الاستروجين او عن طريق بعض الهرمونات. ماشي. ممكن نلجأ لعمليات الحقن المجهري، ممكن نلجأ لعمليات الزراعة. حاليا في مراكز الإخصاب تلاقي ثلث الناس اللي عمالهم بروح على مراكز الإخصاب، لو روحت عليهم تلاقيهم عندهم تكيس مبيض متلازمة. هلا في حال هذول ما نفعوا أو مثلا الزوجين غير قادرين ماديا على موضوع الزراعة، في عندنا تدخل عن طريق اللابراسكوب اللي هو المنظار، بنروح على المبايض. وفي عندنا نظرية أو قاعدة الأربعة، نعمل 4 فتحات 4 ثقوب في المبيض. هون احنا بنخفف من حجم المبيض، فاحنا بيصير عندنا ممكن يصير إباضة وممكن تمشي الأمور طبيعية. هاي من العمليات. كمان في عملية قديمة بس هلا بطلوها طبعا. تتطور بس يعني. هم يكون أكثر من 4
ثقوب عشان ما نستنفذ مخزون المبيض من البويضات اللي فيه. أه. طيب قداش ممكن يكون في هناك علاقة بين يعني تكيس المبيض والإجهاض؟ أو إذا سألنا سؤال قبل هذا، أنت يعني العلاقة مباشرة بأنه يمنع الحمل. يمنع الحمل صحيح. هلا في هذه الحالة هل ممكن بعد العلاج مثلا، أو ممكن تكون سيدة ما عندهاش أصلا تكيس مبيض ويظهر خلال الحمل ممكن؟ يظهر خلال الحمل؟ لا بصراحة، أنه يظهر أنه يصير معها تكيس مبيض. حكينا هو عبارة عن خلل هرموني قبل ظاهر مع البنت أو من سن البلوغ. تمام. أوكي. طيب في حال يعني تم العلاج من هذا الموضوع وكان هناك في عملية حمل، هل في هناك يعني خطر يتهدد هذا الحمل في فترة معينة، ولا هو يعني يلزم متابعة خلال الحمل كمان؟ طبعا يلزم متابعة. هلا يعني انه نحكي انه احنا تسرعنا شوي وما نزلنا وزن الصبية. اوكي، بيسموها الاكستريم اوف ويت، اللي هي الوزن الزائد كتير والوزن القليل كتير، هدول بيزيدوا المخاطر انه يصير عندنا اللي حكيت تفضلت فيه الاجهاض. تمام. ماشي. اثناء الحمل لو احنا جبنا صبية عندها متلازمة التكيس وجبنا صبية ما عندها هذا الاشي، قارنا بينهم كنسبة، احنا عمالنا بنحكي انه هي دراسات عالمية بيزيد عندها نسبة انه يصير معها سكري حمل اكتر من الصبية التانية، بيزيد عندها نسبة يصير عندها ضغط مرافق للحمل او تسمم للحمل او يصير عندها ولادة مبكرة، فبدها متابعة مع طبيبها او طبيبتها بشكل يعني دائم. تمام. طيب في عندنا سؤال هو ملوش علاقة بتكيس المبيض بس بدنا نسأله بما انك انت موجود. في حدا بيسأل انه في اذا الست عاملة ربطة لمنع الحمل وكانت دورتها كثيفة وايام اكثر من المعتاد، هالشي طبيعي ولا بتنصح تشيل هاي الربطة؟ ربطة لايه؟ للحمل. كيف ربطة؟ مش بسألك انت، ما في هيك يعني، في عنا هو عشان نكون فاهمين، في عنا في لمنع الحمل بيكون بربط الفالوبيان تيوبس اللي هم القنوات اللي بتنقل البيضة. تمام. اوكي، هاي في ربطة، في ربطة اثناء الحمل هي العنق الرحم عشان يثبت الحمل، فاني ربطة اذا بتقدر تفضل تحكينا. تمام. يعني أحسن. إذا بتم إعادة السؤال مرة أخرى لو سمحت، أو سمحت متابعتنا العزيزة حتى الدكتور يعني يقدر يجاوب على الموضوع. طيب أنت ذكرت عن المتابعة كثير مهمة. بعد العلاج حتى لو ما كان في عندنا حمل، بعد العلاج التام من هذا الموضوع، يعني في ناس كثير بيقول لك أنا تعالجت خلص ليش أكمل بالعلاجات؟ في علاجات معينة، في حمية معينة، في أمور معينة أنا لازم أتبعها يعني بعد ما خلصت مرحلة الإنجاب؟ بعد ما خلصت مرحلة العلاج بغض النظر كان في إنجاب ولا لا. هلا هاي الشغلة مش هتختفي منها، يعني مش راح تختفي الأمور وتكون طبيعية إذا هي ما تابعت. ماشي، لأنه في خلل هرموني في جسمها. إحنا حاليا استثنينا وجود أورام بالغدد الفوق الكلوية، استثنينا وجود مشاكل في الغدد النخامية، فحكينا إن هي عندها تكيس مبيض، بدها تتابع لقدام عشان ما يصير معها مشاكل زيادة من ناحية حكينا السكري، بطانة الرحم تتحول لسرطانات. فلا، حتى لما بدها تنجب لازم تتابع مع الطبيب، ولو تأخرت دورتها أكثر من 3 أشهر لازم تتابع مع الطبيب، لازم يكون في متابعة قريبة، لأن هي خلاص هي عارفة حالة متشخصة بهاي المتلازمة، لازم ما تهمل بحالها. يعني كل فترة لازم يكون في على الأقل تشيك عند الدكتور. خاصة بعد وجود الدورة يعني. تمام. طب رجع سألنا المتابعنا بقول بيحكي عن اللولب، ربطة الحمل. ربط اللولب يعني مانع حمل مش ربطة حمل. ماشي. هلا في بنحط نوعين من أنواع اللولب، في لولب اللي هو بيكون معدني وفي لولب هرموني. تمام. لمنع الحمل في بعض الأجسام ما بناسبهم. بس مبدئيا لما نحط اللولب 4-6 أشهر راح يكون في عندنا مشاكل في الدورة، ممكن تيجي بزيادة ممكن تكون أخف، فإحنا بعديها بيستقر الأمور الجسم، لأنه هو عبارة عن جسم موجود خارجي مش مألوف للجسم، فبعدين بتستقر الأمور أكتر، فخليهم يستنوا بين 4-6 أشهر، بعدين إذا ما ناسبها ممكن إزالته ويستخدم وسيلة تانية. تمام. طيب إحنا سألنا عن الإجهاض وسألنا إنه إذا له علاقة بالموضوع أو لا، وكانت يعني مش كثير له علاقة، بس لو احنا عرفنا الاجهاض بالنسبه للمستمعين لانه كلها امور هي مرتبطه مع بعضها، ايش كيف ممكن نعرفه؟
هلا الإجهاض هو يعني حسب نوعه بنقدر نعرفه، بس هو يعني حاليا خسره، يعني احنا عمالنا بنخسر الجنين المتكون في رحم المرأة، سواء انه ما تكون بشكل كامل، انا بس كيس حمل تمام، ما تكون جنين، او صار في عنا نبض وفقدنا النبض ماشي. فهون احنا بهي الحالتين بصير عنا نوع من انواع المسكريج اللي هي الإجهاض. طب في اسباب، اكيد في اسباب كثير للاجهاض يعني، وفي كمان انواع يعني مختلفه أنواع للاجهاض اللي هي ممكن تكون بالاشهر الاولى، ممكن تكون بالاشهر الاخيره حتى، او في الاشهر الوسط اللي بين. هلا احنا الاجهاض بنعرفه اي فقدان الحمل قبل الاسبوع العشرين او الـ24 ماشي. تمام. الـ24 لانه ما في عند الـ24 ما يكون رئتين بيبي متكونات، فقبل الـ24 علميا في دول برا يعني متقدم كثير عندهم مسائلهم، قبل الـ20 احنا عندنا الـ24. هلا قبل الـ24 في عندنا هذا فقدان، سواء النبض نزل لحاله هذا كله اجهاض. في عده انواع، في اللي هو الكومبليت اللي هو بنزل كامل، هذا غالبا بالثلاث اشهر او فهذا بيكون كامل. في اللي بنزل جزء منه جزء بضل، ممكن هون نستخدم الادويه ننزل الجزء الثاني، ممكن نضطر لتدخل الجراحه. كيف يعني ممكن ينزل يعني جزء منه جزء يضل؟ يعني ضل بقايا من الأغشية اللي حوالين الجنين ضل موجودة في الرحم، فبتعمل عندنا نوع من أنواع النزيف. أيوة. ممكن تعمل نوع من أنواع التهاب داخل الرحم. أه. لازم يتم تنزيله عن طريق الأدوية، أو ممكن ندخل في طريق التنظيفات اللي هي كريتاج. تمام. هلا في عنا إجهاض المنسي، إنه الست في البيت تابعت بعد هيك بتحس إن غالبا هون بيصير عندنا فقدان مع أعراض الحمل. أه. هذا غالبا أول 3 أشهر بيصير. النبض للطفل أو. بروح النبض. أه. هلا احنا بنحكي 50% بالاول 3 أشهر اللي يصير عن فقدان الجنين، 50% له علاقه في كروموسومات الجنين. فالست اللي بتفقد اول مره او ثاني مره بيبي المفروض نوعا ما تكون مرتاحه، انه الامور طبيعيه ما بتخوف اول مرتين، صحيح ما في مشاكل، هذا شيء ضمن الطبيعي. بنحكي عن هالنورمال، ما بدها يعني بدنا نعمل فحوصات ونعمل اشياء، انه 50% البيبي فيه خلل، فربنا هون يعني رحيم اتدخل ومن هذا البيبي ما كمل. اكثر من 3 مرات هون احنا بنصير احنا لازم نتدخل. آه. طبعا. طب في عنا بس شباب لو سمحتوا، في ناس بتقول انه على البث المباشر في مشكله بالصوت، اذا بتزبطوا لو سمحتوا ممكن. طيب في سؤال بس بحكي على جزئيه، انه برضه في عنا مشاكل. آه. اللي هي لما نفقد البيبي مثلا بنحكي على 16 اسبوع 17 18 هون احيانا بيكون في مشاكل في عنق الرحم أو بالرحم نفسه بتكوينه. تمام. بيكون في عنا مثلا رحم ذو قرنين، أو عنا عنق الرحم بيكون قصير أو بيكون ضعيف، هون برضو بدها متابعة بشكل معين إنه إحنا نساعدها المرة الجاية ما تفقد جنينها. الجنين. طب دكتور إحنا رح نكمل، بس بدنا يعني نشوف الأسئلة. في حد بيسأل أفضل طريقة لمنع الحمل وما إلها آثار جانبية. هلا كل ست لها طريقتها، أوكي؟ وطبيعة أجسام كمان. طبيعة أجسام طبعا. صحيح. هلا ست عندها مثلا عندها ضغط، عندها بالعائلة تبعتها صار مع والدتها خالتها خاصة صار عندهم سرطان ثدي، ما بنلجأ لنعطي حبوب منع الحمل اللي فيها استروجين، بنلجأ لوسيلة تانية. أوكي. مثلا في ست عندها مشاكل في الرحم من جوا بتكوينه، ممكن يكون علينا صعب نحط اللولف نعطيها حبوب، فهي حسب كل واحدة والطريقة، ولكن أكثر طريقة متبعة في العالم حاليا هي البلز الحبوب. تمام. متبعة. طيب في عنا ست أو مش عارف مين بيسأل، علاج التكيس للمرأة المتزوجة غير العمليات الجراحية اللي يروح هذا الكيس بعد العلاج؟ حكينا احنا حكينا بس انه احنا بنقدر نحفز المبايض، لانت اول شيء بننظم الدورة عن طريق حبوب المنع الحمل، مش لازم الست تكون متوترة او خايفة انه الدكتور اعطى حبوب منع الحمل. بنعطيهم نوع من انواع الادوية بنسميه الميتفورمين، هذا بقلل الجلوكوز بيطلع عن طريق الكبد فبقلل الانسولين، اوكي، فبيساعدها. بعدين ممكن نعملها عملية تنشيط للمبايض عن طريق نوع أنواع أدوية معينة، بننشط المبايض بيصير عندنا إباضة، ومن هون ممكن تحمل، أو عن طريق الزراعة أو الحقن المجهري. تمام. يعني حسب بالآخر برضو يعني الطريقة الأولى بتضمن 20-25% نسبة حمل، اللي هي الزراعة والحقن المجهري بتضمن 40-45%، وهون طبعا القدرات ترجع لل، في ناس بروح على الحقن المجهري على طول. أيوة. القدرات الزوجين طبعا بتتحكم في الموضوع. بس يعني حتى دكتور يعني من تجارب مختلفة من عدة نساء، انه الحقن المجهري
يعني هو ممكن يكون آخر طريقة، بغض النظر إذا كان يعني الوضع المادي للزوجين منيح، بس ممكن تكون آخر طريقة للعلاج، لأنه يعني برضو هي مش كثير سهلة بالنسبة للست. طبعا هلا هي احنا حكينا بالبداية احنا بنحاول نغيرها طريقة حياتها، اللايف ستايل موديفيكيشن، هاي ننزل وزنها مع الرياضة، بعدين نحاول نحفز المبايض. اوكي هلا برضو احنا ما بنروح على العلاج بس في حكيت بعض الأشخاص هم بيطلبوا هيك، بالآخر هي الرغبة، أما احنا مش الخيار الأمثل. الخطوة الأولى تحسين حياة المصاب بالتكيس، بعدين نحاول نحفز المبايض عن طريق ان احنا نجيب لها دورة منيحة ونحفز لها المبايض تبعتها. تمام. تحفيز المبايض بدي احكي على شغلة مهمة كتير، انه في ستات بكره عن طريق الانترنت بتواصل مع مثلا صفحات طبية، بكره انه في دواء منتشر بالسوق كلوموفين مثلا، فبتروح فاكلومين، بتروح بتاخذ، هي بتقرا كيف بتاخذ. هلا تحفيز الإباضة ماشي شغله كنا صرنا نعرفها كالستات بيعرفوها عن طريق اليوم الثاني، بس تحفيز الإباضة عن طريق هذا الدواء او عن طريق الهرمونات ممكن في حالات قليله، صح، في حالات قليله يصير عندنا تهيج زائد للمبايض، نحن حفزناهم بزيادة، وهون هاي احنا ندخل بمعضلة طبية تانية اذا ما تابعت طبيب، اذا الست قاعدة في البيت، وهي يعني احيانا تحتاج انها تبات في المستشفى ومراقبة بزيادة. فبرضو احنا في موضوع الزراعة ممكن يصير يعني تحفيز زيادة للمبايض، فيعني لازم متابعة. تمام دكتور، احنا كمان لما يعني سألنا عن انواع الاجهاض ما كملناش، في دائما او بنسمع في هناك نوع اللي هو الإجهاض العلاجي أو أحيانا الإجهاض المفتعل، إيش هذول النوعين وكيف ممكن فعلا يكونوا هم يعني إجهاض علاجي إيش يعني؟ هلا بتعريفها طبيا إنه إحنا ست، أي يعني هذا الحمل هيأثر على الست لقدام، حياة المرأة الحامل، فإحنا هون بنتبع، يعني إحنا بنحكي إنه أكيد هيأثر على حياتها، فهذا إحنا هون بنحكي إنه لازم نساعدها بتنزيل البيبي. تمام. في مختلف الطرق، سواء عن طريق أدوية أو عن طريق بيجتمعوا أخصائيين بياخذوا قرارهم إنه هاي هذا الحمل حيكون مؤثر عليها، ممكن مريضة قلب أو مريضة مثلا عندها جلطات أو مريضة مثلا عندها مشاكل في الرحم نفسه، فإحنا بنحكي إنه هذا حيأثر عليها، لا ما بنكمل، إنه إحنا سلامة الأم هي مبدأ. أول طبعا. طيب وإيش الإجهاض المفتعل؟ هو يختلف عن العلاجي؟ هو احنا العلاج اللي نحكي عنه احنا اللي بنحفزه عن طريق الادويه او عن طريق انه احنا بنعمل عمليه توسيع للقناه. وفي نوع من انواع الاجهاضات المرضيه حاليا في اخصائيين الطب اجنه يعني، بس هي بدها فتوى من مفتي العام في الدوله هنا في رام الله، انه بيكتب انه هذا البيبي مثلا غير قابل للحياه، حيوصل في بطن المريضه عمر مثلا 7 أشهر ويموت، أو بنولد بموت. هاي هون إحنا بدنا ما بنقدر ندخل فيها، بدنا قرار مفتي وبيعطينا الرأي الدين فيه. بس إحنا الحالة الوحيدة اللي بتسمح لنا إنه إحنا ننزل البيبي حتى لو كان في نبض، اللي هو حيأثر حياة الأم ويعرضها للخطر. أكيد طبعًا. لأنه في سياسة لا ضرر ولا ضرار في الدين. إحنا مش ممكن إنه نكمل الحمل بعدين هيك نفقد الأم أو نسبب لها مشاكل بزيادة. أكيد. طب أنت ذكرت شغلي أنه دائما السيدات بكونوا خايفين بعد الإجهاض الأول تحديدا، بصير فيه خوف، عن النوع من الخوف خاصة عند مثلا أزواج بكونوا متزوجين يعني حديثا، يعني قديش ممكن يكون الحمل بعد الإجهاض فيه خوف يعني فيه صعوبة، كل هذه الأمور قديش ممكن يتأثر على الأزواج بعدين؟ لا عملية الإجهاض الأول للاثنين متزوجين حديثا، في دراسات بلشت تعطي نسبة 20% إنه يعني، وهي رقم كتير عالي، إحنا الأرقام بالطب عالية، هاي يعني إنها 20% و10% هي عالية مش أرقام قليلة، فبنحكي إنه يصير عندنا إجهاض في زوجين متزوجين حديثا. أوكي، وحكينا إنه المفروض إنها ترتاح نفسيا، إنه هذا مش مرض، إنه بيبي غالبا في مشكلة، فالحمد لله إنه ربنا هون هو اللي قدر الأمور. إنه نحكي لها للست ضلي ماشي على فوليك أسيد، لأنه نسبة الحمل بعد الإجهاض بتكون عالية. سواء تدخلنا طبيا بالكريتاج أو ما تدخلنا، نسبة الحمل عالية، فالمفروض نهضل ماشي على دواء الفوليك أسيد. عشان هيك لما تعمل عندنا واحدة عملية تنظيفات أو بتنزل بيبي وتتروح، وبنعرف إن هي عندها رغبة بالحمل، بنخليها ماشي على دواء الفوليك أسيد،
اللي بيحمي البيبي من تشوهات الجهاز العصبي. طيب في أدوية لها علاقة بأنه ممكن يعني تسبب الإجهاض أو تساعد على الإجهاض، وإحنا بنعرف أنه دائما يعني في أدوية أو في كثير من الأدوية ممنوع الحامل تأخذها بمجرد الحمل. صحيح، في أدوية بتكون بتسبب تشوهات للجنين. في دواء اسمه ميزوبريستول، هذا الدواء كان دواء معدة عادي أخذوه، هلأ حاليا إحنا بنستخدمه بيساعدنا في عملية الإجهاض. كان دواء معدة، فتيجي الست تأخذه لمعدتها بتوجعها، فبيعمل توسع بعنق الرحم، فبتنزل الست أو بسبب لها ولادة أو بسبب لها مشاكل. فلكم من أعراضه الجانبية إنه بيعمل توسعات في عنق الرحم، فمنعوه من التداول. وحاليا إحنا بنستخدمه كناحية طبية إنه في عملية اللي إحنا بنوسع عنق الرحم، نساعد على توسعته أو فيما نزيف بعد الولادة. تمام. ماذا يحدث بعد فترة الإجهاض؟ يعني في هناك ممكن علامات أو في مثلا بعض الأمور اللي بتصير بعد عملية الإجهاض، إيش اللي بيصير تحديدا؟ وهل ممكن هاي تكون العلامات أو الآثار يعني مخيفة أو بتخوف للستات؟ هلا حسب شو الإجهاض، إذا كان كامل وما دخلنا فيه وغالب الأمور بتكون منيحة، الرحم بيرجع لطبيعته، بيجهز حاله لدورة شهرية جديدة، الأمور بتكون منيحة. أحيانا بتصير بعض المضاعفات إذا كان يعني في تدخلات، إنه مثلا ضل بقايا وما إجت الست على الدكتور، لأنه طيب غالبا حينتبه عليها لأنها هي تشخيص يصير عن طريق التلفزيون، ضل بقايا بيصير في التهاب في بطانة الرحم، بيصير عندنا حرارة عالية فوق 40، بيصير في عندنا وجع في البطن، إفرازات كريهة، هاي لازم تنتبه لها الست اللي نزلت جنين، يعني مش نزل وخلاص، يعني لازم يكون يعني تنتبه. في متابعة طبعا. في مضاعفات كتير بسيطة يعني في عمليات التنظيفات، يعني بنحكي عن نسبة كتير أقل من 1%، إنه يصير مثلا عندنا بطانة الرحم بزيادة منها، فهي يعني مضاعفات كتير قليلة، مش لازم واحد يعني، بس غالبا نحن بنحكي الأمور تمشي طبيعية. والدورة الشهرية بوضع طبيعي، يعني إمتى لازم تنزل بعد ما يصير فينا عملية إجهاض؟ هلأ الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي الأمور ترجع لطبيعتها، حكينا الرحم رح يرجع لطبيعته، الموبايل حترجع لطبيعتها، بيصير مرات خربت أول شهرين، بعدين ترجع الأمور طبيعية لدورتها، تنتظم دورة معها للست. وفي ستات زي ما حكيت لك بيحملوا على طول، يعني ما يعني بتجيها دورة بتحمل أو يعني دورتين بتحمل، فترجع الأمور طبيعية. صحيح، أحيانا بتصير خربت حكيت لك أول شهر شهرين، فهذا إشي طبيعي جدا. طبعا، وإحنا دائما بنقول إنه يعني هي مثل ما ذكرت، وإحنا دائما بنأكد إنه يعني طبيعة أجسام كل ست هي مختلفة. صحيح. عن الثانية. ايش في يعني عشان هيك مش لازم الست دائما تسمع من ست اخرى. صح، هاي مشكله احنا بنواجهها بالطب. هي مظبوط، بتيجي بتحكي مثلا انا سمعت او انا امي كذا او اختي كذا حكت لي هيك، فبتروح بالطب هاي المعلومات على حالها، فبتصير عندنا مشاكل. صح، طبيعه اجسام تختلف. طبعا اكيد تختلف طبيعه الاجسام، حتى لو كانت يعني احنا ذكرنا انه في هناك حتى في العوامل الوراثيه في امور معينه، مش كل شيء، وتختلف بصراحة من شخص لآخر. طيب يعني دكتور، إيش ممكن في شغلة أنت دائما بتلاحظها في العيادة عندك أو مع المرضى، مع المريضات تحديدا، وبتحس أنه أنت لا بتحب اليوم تحكي عليها وتأكد عليها وكمان تنصح الناس؟ يعني في عندنا مرات يكون في عندهم نية للحمل، مثلا شغلات حكينا عنها حاليا، يعني هي موضوع الفوليك أسيد، أي ست بتحب تحمل عندها رغبة بالإنجاب لازم تمشي عليه، لأنه في بعض التشوهات اللي احنا يعني صراحة ما بنقدر نتعامل معها، بتنزيل البيبي وما بيقبل فيها الدين، وبنوصل لمرحلة يعني هاي يعني من فترة 10 أيام شفتها يعني كتير صعبة، اللي هي بيكون في مشاكل في الجهاز العصبي تبع البيبي في قبة أسفل الظهر، هي نتيجة إنه بس بمجرد ما أخذت الفوليك أسيد. ماشي، تخيل قديش بسيط إنك تأخذي هذا العلاج وتمشي الأمور طبيعية، تحمل البيبي من أي مشاكل. فالست اللي بدها تحمل مش يعني ما تستهين ما تستهين. شغلة تانية، الست اللي عندها مشاكل تراجع طبيبها أو أي طبيب صحة، طبيب في المستشفى، طبيب في عيادته، تراجعه وتحكي شكواها، ما نهمل شكوانا في جسمنا. طبعا. أوكي، سواء مثلا هاي اللي عندهم متلازمة تكيس مبايض ما في دورة، مش سهل انه احنا نحكي الجسم مش عماله بنزل دورة، الاصل بجسم الانثى انها تنزل تكون عندها دورة منتظمة. طبعا اكيد.
تسبب مشاكل. وكل شيء عن طريق المتابعة بتكون أمور طيبة يعني وسهلة. أكيد طبعا دكتور، إحنا دائما نقول إنه يعني بالنهاية أنت طبيبة نفسك، يعني أنت اللي بتحسي إيش اللي ممكن مختلف عن الطبيعي، وأنت اللي لازم تقرري إمتى لازم تراجع الطبيب. وبحال أي عرض من الأعراض أنت حسيتي وشعرتي إنه غير طبيعي عن جسمك، ضرورة مراجعة الطبيب المختص واستشارة الطبيب المختص فورا دون تردد، وعدم الاستهانة بالمواضيع الصحية خاصة في هذا الموضوع، لأن هناك دائما أضرار ودائما هناك في مضاعفات، في أثار جانبية إحنا مش عم نحس قديش يمكن فعلا تكون مهمة وتسبب أمراض خطيرة لاحقا على المدى البعيد. بدي أشكرك جزيل الشكر الدكتور رضوان بليب، طبيب النسائية والتوليد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا لك وشكرا لطاقم الفجر الجديد. شكرا لحضرتك، وأيضا أنتم مستمعين متابعين الكرام، شكرا جزيلا على حسن المتابعة والاستماع. أتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية والفائدة، ولأن أسلوب حياتك هو اللي بيحدد صحتك، وصحتك دائما بتهمنا. استنونا كل أسبوع في نفس الموعد يوم الخميس الساعة 3 لحتى نناقش مواضيع أخرى مختلفة وأطباء وخبراء مختلفين وذات كفاءة. أتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة وموفقة إن شاء الله. هذه تحياتي تسليم قشوع في الإعداد والتقديم، وعماد العلي في الهندسة الإذاعية، فارب بدير بالتصوير والإخراج، واسماعيل بلعاوي أيضا، وبراء عمر، براء عمر يعطي العافية، براء عيسى كمان. شكرا جزيلا لكم لكل من عمل في هذا البرنامج، دمتم بخير وإلى اللقاء. أسلوب حياتك بيحدد صحتك، ولأنه صحتك بتهمنا رح نقدم لكم قضايا ومواضيع صحية لنوصلكم لإجابات شافية بمفاهيم طبية صحيحة.